السلام عليكم. إيران بدأت بالتصعيد تجاه المملكة العربية السعودية، وذلك عبر جماعة الحوثي في اليمن بسبب التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي يأتي تجاه قطاع غزة. هذا الأمر أصبح واضحا من تفاصيل نشرت بشكل حصري على موقع بلومبرغ في 24 ساعة الماضية، الذي تحدث عما جرى في 19 من أكتوبر الحالي من قبل جماعة الحوثي، التي قامت فجأة بهجوم بالطائرات المسيرة وكذلك بالصواريخ باتجاه طبعا العمق الإسرائيلي عبر البحر الأحمر. كان هجوما مثيرا للغاية باتجاه إيلات تحديدا، وكانت المدمرة الأمريكية USS كارني حاضرة للتصدي للطائرات المسيرة والصواريخ بأكملها. ولكن ما جاءت به بلومبرغ هنا، قالت بأن إحدى الصواريخ الخاصة بجماعة الحوثي دخلت الأجواء المملكة العربية السعودية، حلقت فوق أجواء المملكة العربية السعودية، وإحدى المنظومات الدفاعية تمكنت من التصدي لهذا الصاروخ الذي طبعا دمر بالكامل وسقط على أراضي المملكة العربية السعودية، وهو أمر طبيعي. طبعا أي دولة يحلق فوقها صاروخ أو طائرة مسيرة من حقها السيادي أن تتصدى لمثل هذه الصواريخ أو حتى الطائرات المسيرة، وبالتالي كان هذا هو الأمر الطبيعي، وخاصة وأن جماعة الحوثي سبق لها وأن استهدفت نقاطا في داخل المملكة العربية السعودية. ولكن بسبب هذه الحادثة الحوثيون انزعجوا تماما، جماعة الحوثي انزعجت، وبالتالي دخلت في مرحلة اشتباكات على الحدود اليمنية السعودية بالقرب من جازان، وهذه الاشتباكات كانت عنيفة وأدت إلى قتلى في نهاية المطاف. وهذا الأمر هو الذي لفت انتباه الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة وجدت الولايات المتحدة الأمريكية بأن هذا الأمر خطر للغاية، لأن إيران سبق وأن هددت الولايات المتحدة الأمريكية بأن مع استمرار العملية الإسرائيلية أو الغزو الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، فإن إيران ستوسع الجبهات بشكل كبير. وفعلا أن هنالك تصعيدا على مستوى الفصائل في العراق، في سوريا، حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي دخلت على الخط. والقلق الأمريكي الأساسي من هذه المسألة هي نقاط الطاقة، منشآت النفط الموجودة في المملكة العربية السعودية، فإمدادات الطاقة مهمة للغاية، وأن إيران لو أعطت الأوامر لجماعة الحوثي لتستهدف المنشآت النفطية مثل منشآت أرامكو كما فعلوا سابقا، فإن هذا سيؤثر ليس فقط على السعودية والمنطقة بأكملها، لا أبدا، بل العالم بأكمله سيتضرر، وأول المتضررين هي الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون الأمر مفيدا للغاية لفلاديمير بوتين في حربه على أوكرانيا، وسيضر أيضا الولايات المتحدة في مسألة دعمها لأوكرانيا، وخاصة أنها تركز جهودها بشكل كبير على الشرق الأوسط في الحرب الإسرائيلية التي تأتي باتجاه قطاع غزة. وأيضا أن الولايات المتحدة منتبهة لأي خطر ممكن أن يأتي من الصين باتجاه تايوان بشكل مباشر، هي لا تريد أي شيء أن يتطور باتجاه تايوان، وبالتالي أي أزمة للطاقة يعني أزمة خطيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن إن ما تطورت الأمور بهذا الاتجاه، ويعني أن العام القادم في الانتخابات سيواجه الجمهوريين في موقف صعب للغاية. ولهذا طبعا الولايات المتحدة الأمريكية عززت الدفاعات في المنطقة بأكملها، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية، قاموا بنشر منظومات الباتريوت وطبعا منظومات الثاد ومنظومات الباتريوت في المملكة العربية السعودية للتصدي إلى أي هجوم ممكن أن يهدد طبعا أمن المملكة العربية السعودية بالدرجة الأساس. والأمر يتطور بشكل خطير للغاية، اليوم هذا الأمر تصاعد من قبل جماعة الحوثي عبر البحر الأحمر باستهدافات بالصواريخ والطائرات المسيرة، ووصلت إلى إيلات فعلا بعد التصدي إلى العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة. بعض هذه الطائرات المسيرة والصواريخ وصلت إلى إيلات، ولكن المنظومات الدفاعية الإسرائيلية تمكنت من عملية التصدي لها، وبالتالي شيئا فشيئا الأمور تتصاعد مع تطورات الحرب طبعا في قطاع غزة. والول ستريت جورنال، واحدة من أهم الأوساط الأمريكية على الإطلاق، كانت قد تحدثت عن التصعيد الممكن والمقبل من قبل إيران، وقالت الآتي: لا يمكن لطهران أن تجلس وتشاهد العدو
إسرائيل وهي تسحق حماس، وفي غياب الردع الجدي فإنها ستفتح جبهة ثانية، وهذا هو القلق الكبير أن تكون الجبهة الثانية لسبب أو لآخر المملكة العربية السعودية. وعلى هذا الأساس وفي ظل هذه التطورات الخطيرة باتجاه قطاع غزة وكذلك الخوف من الحرب الإقليمية وغيرها، بدأت تحركات مكوكية سعودية مهمة للغاية من قبل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الذي وصل طبعا إلى المملكة العربية وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقام بلقاءات مهمة، مثل لقاء كما نشر في موقعه على موقع إكس، التقى بمستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وستكون له أيضا لقاءات مهمة للغاية مع وزير الدفاع الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي وعدد من الأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، لقاءات مهمة مكوكية سعودية تبحث بالدرجة الأساس الأزمة الموجودة طبعا بين إسرائيل وبين حماس، ومن أجل إرسال المزيد أيضا من المساعدات وإدخالها إلى قطاع غزة، إلى المواطنين الأبرياء الذين يعانون ما يعانونه طبعا من هذه الحرب، مع محاولة إيجاد طرق للخلاص أو إيقاف إطلاق النار الذي يؤدي إلى كل هذه الظروف الصعبة التي نراها. وطبعا أيضا جزء من النقاشات هي الوضع في اليمن، لأن هذا الوضع يتصاعد وأصبح خطيرا للغاية. المشكلة الأساسية بأن إسرائيل ليست راضية أبدا بأي مسألة أو أي طلب لإيقاف إطلاق النار. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضح هذا الأمر أمام العلن بكلمة ثبتتها The Guardian البريطانية، وقال هذا هو وقت الحرب ولن نوقف هذه الحرب نهائيا. لا بل كانت هنالك لقطات قد نشرت من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية وضحت فيها القطاعات الإسرائيلية وهي تدخل إلى عدد من المناطق السكنية الموجودة في قطاع غزة، لم يحددوا أين، ولكن اللقطات توضح إذا ما ألقينا نظرة عليها الآن ستلاحظ بكيف تتقدم القوات الإسرائيلية في داخل هذه البيوت وتتحصن بها. المنطقة مدمرة بالكامل طبعا، واضح من القصف الكبير الإسرائيلي، ولكن من هذه اللقطة التي ترونها ممكن جدا أن نعرف أين تم هذا التقدم. وطبعا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الآن عددا من العلامات، علامتين أو ثلاثة قد ظهرت من هذه اللقطة التي ترونها هنا. سنلاحظ بأننا أمام مئذنة كما هو واضح لجامع، وهي مؤشر على أن هنالك جامعا طبعا قد ضرب في هذه المنطقة، وأيضا تلاحظ بأننا أمام عمود يأتي بمسافة بهذا الشكل الذي ترونه من هذه المئذنة. وفي نفس الوقت أيضا سترى بأن هنالك بناء لمنزل على ما يبدو بهذا الشكل الذي نراه، ونلاحظ بأننا أمام هيكل للبناء مدمر أو أعمدة لمبنى مدمر، أي يعني أن هنالك مبنى بجانب هذا المبنى الذي نراه وخلفه الجامع والعمود. طبعا المنطقة مدمرة للغاية. وفي لقطة أوضح توضح نفس المبنى الذي نظرنا إليه أو الذي طبعا حددناه هنا، وبمسافة من هذا المبنى مقابل هذا المبنى مسافة لا بأس بها يأتي مبنى آخر، أي بما معنى أن هذا من الممكن جدا أن يكون شارع، هو شارع عام وهذه هي المباني وخلفها يأتي الجامع. وبالتالي بالأخذ بعين الاعتبار بكل التطورات الكبيرة التي تأتي باتجاه قطاع غزة، مدينة غزة في شمال قطاع غزة، هنالك العديد من المناطق التي تضرب بقوة كبيرة للغاية من دون تقدم إسرائيلي حقيقي. واحدة من المناطق المهمة هي بيت حانون، وبيت حانون هنا هي النقطة التي تتطابق مع الصور التي رأيناها قبل قليل، رغم أن إسرائيل لم تعلن شيئا حول هذه المسألة. هذه هي بيت حانون ومدخل بيت حانون كما تلاحظون من هذه المربعات السكنية، سترى من خلاله أن هنالك جامعا كبيرا في الوسط، نقترب من هذا الجامع كما تلاحظون وسنجد أن هنالك مبنى نوعا ما يتطابق في البناء بالاتجاه إلى الشمال، طبعا سيكون أوضح ويتطابق مع البناء الذي رأيناه أو طريقة البناء أو هندسة البناء لهذا المبنى، وبالتالي ستلاحظ المبنى متطابق تماما. منارة الجامع حاضرة هنا، وهذا هو العمود الذي يأتي طبعا بهذا الاتجاه، وتلاحظ أن المبنى الذي كان مدمرا وهيكله واضح، واضح أنه هذا هو المبنى أيضا، وبمسافة يأتي مبنى آخر، أي بما معنى النقطة التي كنا نراها هي فعلا شارع. وهذا يوضح أن الدبابات الإسرائيلية، دبابات الميركافا الإسرائيلية، دخلت إلى بيت حانون بشكل رسمي، وهذا قد يكون
أمر منطقي جدا لكل ما يجري تجاه هذه المنطقة من قصف عنيف للغاية، ومن الطبيعي للفصائل الفلسطينية أن تبتعد، وفصائل حماس وحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي أن لا تبقى بهذه المنطقة، وتسمح للجانب الإسرائيلي أن يدخل لهذه المنطقة. لأننا إذا رأينا قبل وبعد هذه المنطقة تحديدا التي دخلتها إسرائيل هنا، لاحظ قبل وبعد، قبل الحرب على غزة كيف كانت الأمور طبيعية في القمر الصناعي، ولاحظ بعد القصف الإسرائيلي كيف تحولت هذه المنطقة إلى منطقة مدمرة بالتمام والكمال. وعلى هذا الأساس دخلت ببساطة الجانب وجانب والجيش الإسرائيلي دخل إلى هذه المنطقة. وطبعا هنا الأمر أصبح صعبا على الفصائل الفلسطينية، ولكن أيضا هو قد يكون منطقيا وبشكل واضح على المستوى العسكري، فهنالك قناة للمياه موجودة بهذا الاتجاه تقريبا، تمتد حول بيت حانون وتقريبا تنتهي بهذا الاتجاه. وهذه قناة المياه هي مهمة بالنسبة للفصائل الفلسطينية على المستوى العسكري، طبعا في ظل هذه الضربات الإسرائيلية والتقدم الإسرائيلي طبعا الذي وصل إلى هذا الاتجاه، من الممكن للفصائل الفلسطينية أن تنسحب من هذه المواقع بعد ضرب ما هو على الأرض وتحت الأرض بقنابل البنكر باستر، أن تنسحب إلى هذه القناة، طبعا القناة المائية، وأن تتخذ منها خطا دفاعيا من أجل طبعا إضعاف التقدم الإسرائيلي ومحاولة استنزافه وإبطاء التقدم الإسرائيلي. وهذا منطقي على المستوى العسكري بالنسبة للفصائل الفلسطينية. لكن هنالك أيضا مشكلة، أن إسرائيل لا تتقدم من هذا المحور فقط، فهي لم تتقدم إلا بعد أن ضمنت عملية التقدم أيضا بهذا الاتجاه، باتجاه بيت لاهيا، وبأن القوات الإسرائيلية مسيطرة ومتمركزة في هذه المنطقة. دعونا نقترب من هذه المنطقة لنلقي نظرة الآن في ظل تطورات جديدة مع مقطع نشر صباح هذا اليوم، هو الذي وضح أن الجانب الإسرائيلي مستقر في هذه المنطقة، في هذه النقطة تحديدا. لنتوقف هنا ونأخذ عددا من العلامات. تلاحظ هذا المربع، هم يتواجدون طبعا بهذا المربع الذي ترونه، وهذا طريق واضح جدا، وأيضا هنالك طريق في الداخل الإسرائيلي. وبالتالي من هذه العلامات ببساطة سترى أن هنالك صورة قد نشرتها الفصائل الفلسطينية التي تقاوم هذا التقدم طبعا الإسرائيلي في عملية استهداف مباغتة بالأنفاق قاموا بها ضد القطاعات الإسرائيلية، ظهرت فيها طبعا من خلال طائرة الدرون التابعة للفصائل الفلسطينية القوات الإسرائيلية تتواجد في نفس المربع الذي تحدثنا عنه الآن. هذا هو السياج هنا داخل قطاع غزة، هذا هو نفس الطريق الذي تحدثنا عنه، وهذا طريق آخر أيضا إلى العمق الإسرائيلي. بالتالي تلاحظ الدبابات الإسرائيلية متمركزة تتجمع لكي تستمر في عمليات التقدم باتجاه طبعا بيت لاهيا وما تبقى من بيت حانون، وهذه مشكلة حقيقية بالنسبة للفصائل الفلسطينية. فبالتالي نحن أمام بيت حانون كما نتحدث، تقدم بهذا الاتجاه، وأيضا هنالك تقدم باتجاه البحر المتوسط طبعا من هذه المناطق المحاذية للبحر المتوسط لتحاصر شيئا فشيئا مدينة غزة. ولاحظ أن هنالك إحدى الصور التي نشرت من وزارة الدفاع الإسرائيلية توضح الدبابات الإسرائيلية مستقرة تتقدم شيئا فشيئا، وهنا البحر المتوسط إلى اليمين وتتقدم إلى داخل المباني طبعا في قطاع غزة، وهو الأمر الذي أكدته أيضا النيويورك تايمز اليوم. كما تلاحظون من هذه الخارطة توضح لك كيف أن إسرائيل تتقدم طبعا من هذه المنطقة إلى بيت لاهيا، ومن هذه المنطقة بشكل محاذي للبحر المتوسط باتجاه الكرامة، وكذلك باتجاه أيضا مدينة الرمال المهمة للغاية والتي تعتبر أساسية بالنسبة طبعا لمدينة غزة إن تم السيطرة عليها. باختصار شديد جدا، السيطرة والتقدم الإسرائيلي بحسب هذه الصور والمقاطع التي نتحدث عنها أصبحت تبدو بهذا الشكل، وهو الذي يساعد إسرائيل في التقدم بشكل أكبر في بيت حانون، وكذلك بالتقدم بشكل أكبر في هذه المنطقة باتجاه الكرامة. وعلى هذا الأساس يجب أن لا ننسى أيضا أن يوم أمس كان هنالك تقدم من خلال لتصوير واضح من الجانب الفلسطيني من أحد الصحفيين، على ما يبدو تقدمت إسرائيل وسيطرت على نقطة موجودة
في طريق صلاح الدين طبعا، وبالتالي هي قامت بعزل مدينة غزة شمال قطاع غزة بالمناطق الجنوبية التي تأتي باتجاه مخيم البريج وكذلك مخيم النصيرات، وتحدثنا عن عملية التقدم التي تأتي هنا بثلاث اتجاهات، وبالتالي هم شكلوا كما تلاحظ منطقة آمنة تعزل تماما الفصائل الفلسطينية وتمنعها من التفكير بأي عملية هجوم في داخل طبعا وباتجاه العمق الإسرائيلي. وهذا يوضح أننا يجب أن نتوقع ويجب أن نكون متأكدين تماما أن إسرائيل لن تتوقف عند هذا الحد، ستستمر في التقدم بهذا الاتجاه حتى السيطرة على مدينة الرمال، وأن أيضا التقدم بهذا الاتجاه يعني بأنهم يبحثون عن عملية التقاء القوات الإسرائيلية ومحاصرة هذه المنطقة بأكملها. ويجب أن نفهم أننا إن كنا أمام ضربات وسنكون أمام ضربات عنيفة من الجانب الإسرائيلي باتجاه قطاع غزة، وأن إسرائيل ستهدف لبناء المنطقة العازلة واستكمالها بالهجوم طبعا على سبيل المثال على جباليا على الشجاعية، والاستمرار أيضا بأخذ هذه المساحات المفتوحة، وبالتالي تشكيل منطقة عازلة إغلاقها تماما على الفصائل الفلسطينية وبالتالي الانقضاض على المنطقة بأكملها. ولكن يجب أن نفهم أن المدن والمباني والأنفاق وغيرها مسألة ليست سهلة على الجانب الإسرائيلي، هذه فقط بداية الحرب، فلا زالت الفصائل الفلسطينية هي التي تمسك بالمحاور وبالمناطق الرئيسية المحورية رغم الدخول الإسرائيليين إلى بيت حانون، لكن الفصائل حاضرة وجاهزة تماما لهذه الحرب على مستوى حرب الشوارع القناصة المفخخات الأنفاق وغيرها. وفي الليل هم عادة يواجهون مشاكلا في القصف، يكونون تحت الأنفاق والجانب الإسرائيلي يستغل الليل، يأتي النهار وتبدأ الاشتباكات. بالتالي هذه المعركة رغم تطورها بهذا الشكل إلا أن الترشيحات تذهب إلى أن هذه المعركة ستكون دموية، وبأن الجانب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية لن تكون سهلة أبدا في هذه المواجهة بكل تأكيد. وبالتالي الأمور تتطور في قطاع غزة وتتطور أيضا في المنطقة بشكل كامل، وهنالك قلق من أن تكون هنالك حرب إقليمية كبيرة في المنطقة إذا ما تصاعدت الأمور بشكل أكبر.